انتاج رأسي. بيتك ومطرحك. والنور فين؟ طلع النور. الله، مش تقلع الاول وتستريح؟ ربنا يجبر بخاطرك، انا كده مستريح قوي. طب اما اطفي النور بقى عشان اقلع انا. لا 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 لا، تقلع ايه؟ ما انت قلع اهو. هو في بعد كده قلع؟ اقلعي بقى بعد ايه؟ بعد ما انزل انا. تنزل وتسيبني انت جراسي؟ انا جيت الليله دي خمسه باب مخصوص، وجيت معاك هنا عشان اسالك سؤال واحد. ليه عملت فيك كده؟ مش كده؟ اظن هتقولي عباس هو اللي غصبك. ها، انا مش قد عباس، وكمان بصراحة ما كنتش مصدقة انك تقدر تحميني. عشان ما عندكيش نظر. اصلك ما بتفهميش في الرجالة كويس. انا ايه تجراسي؟ طب ده انا مسميني الفريزة. فريزة؟ فريزة. تقومي تنزلي عليها التخفيض من رتبة كونستابل لرتبة صايع، وانا اللي كنت عايز اكلم لك المسؤولين عشان ابعد عنك ولاد الرافضه دول. طب وش معنى انا؟ مش واخد بالي. ما الشارع كله مليان ولاد ناس متبهدله، اش معنى هتسيبهم كلهم لولاد الرافضي وتكلم لي انا الساده المسؤولين؟ عشان الساده المسؤولين بيبقوا دايما مسؤولين عن الساده اللي مش مسؤولين. بعد اذنك. منصور، اطفي النور. تعال ما قلناش. اتراجي. ايه عايز ايه؟ صباحي مبارك. ايه، ناموسيتك كحلي على الصبح ولا ايه؟ لا، ده تجراتي هو اللي ما نايمنيش طول الليل. لو طلعتلك وطلتك بايدي دي. سلمتين واطلع لي وانا صحي لك الرزق. ولسه هنا؟ وهيفضل هنا على طول يا عينيا، وانت استنى شويه لك عندي امانات. خد هدومك اهي وغرفي 60 دهجة. كده يا برضو عباس. انا انت يا عباس، وادي اقول لك كمان عشان تحل عني. طيب، اما وريتك انت وتاج راسك. انا سامع دوشه في الشارع ومش عارف انام. انت قد اللي بيطمعك كده؟ انا ما اتكلمتش ولا حاجه. ده انا حتى صوتي طالع من زوري. يعني دلوقتي مبح صوتك يا سبع البرمبة؟ في حد تاني عايز صوته يتحبس؟ ولا يهمك منه. تعالى يا تجراسي. انا عايز اشوف حد يتحبس صوته بس. تعالى يا تجراسي يا رزق. يلا بينا. الله، بس عايز اشوف حد تاني يتبح صوته. الله، انا مش عايز اسمع صوت في الحته دي يا جدعان. ما سبتنيش عليه ليه؟ كنت قطعته زي البسطرمه. ينزرع زرع بصل. انت عايز الصراحه؟ انت ضفرك برقبته. تكلمي جد؟ ليله امبارح تشهد يا تجراسي. منصور، ايه؟ هسألك سؤال. انت عرفت نسوان قبل يا منصور؟ عرفت نسوان؟ النهار اسود ومنيل. ده انا مقطع السمكه وديلها. صادق يا تجراسي؟ صادق، ده حتى السمكه قالت لي. تعال تعال ما اقولكش. طب مش لما نفطر الاول؟ معاك حق يا تجراسي، عن اذنك ديها واحده.
بص شوف انا محضره لك ايه، بيض وزيتون وجبنه وزبده، انما ايه من اللي بيجيبوها العساكر من الكامب. والغدا بقى عكاوي وكوارع من اللي كلهم بحرير. الله، ده انت هتعلفيني بقى. والعشاء كونياك وحمام. وناكل وانام. مش عايزه منك غير كده يا تاج راسي. وهتكسيني طبعا، وهتهندميني وتهندزيني، وحسكر في 5 باب من غير حساب، واطلع فرد على اولاد الرفضي. طبعا يا تاج راسي، مش كابتن الجو كله. لا انت فهمتيني غلط، انا مش منهم. يا خبر، مش منهم؟ انا لا مؤاخذه عواطلي محترم. ومحترم ده يعني ايه؟ يعني ماليش في نظام. ودلوقتي اتفضلي قدامي على بيت انا. هو توب اظن انت عايز تفضحني؟ افضحك؟ خلاص انت حره، بس انا بقى مش لاعب. لا انت باين عليك سكران من ليله امبارح. طب اذا انا طوعتك واتقطعت لك هتصرف عليا منين؟ من عرق جبيني احسن من عرق العافيه. وهتشتغل ايه بقى فرحني؟ اهو هتهب في اي سبوبه ان شاء الله، حتى اشيل زلط. كان على عيني. ما اقدرش يا منصور. طبعا اصلها حاجه في الدم. مظبوط، هي حاجه في الدم، لكن مش زي ما انت فاهم. طب ما تفهميني يا اختي، منك نستفيد. منصور، انا استجدعتك ومسترجلاك. انا سمعت الكلام ده من ناس كتير قوي، لكن انا مصدقك انت، عشان كده هاخدك اوريك بعينيك. وحشتني يا حبيبي، وحشتني يا ضنان. انت اللي وحشتني قوي يا ماما. ازيك دلوقتي يا حبيبي؟ انا سمعت انك بتقدر تقف وتمشي كمان. ايوه يا ماما، بس مش قوي. معلش يا حبيبي، بكره هتمشي زي الحصان وهتلعب كوره كمان، بس تسمع كلام الحكم. انا ما بعيطش لما باخد الحقن. يا روح. واخبار المذاكره والعلام ايه؟ الحمد لله، الابله مبسوطه مني، جايب احسن نمر. يا عناية، تبقى تستاهل على كده هديه كبيره. بس انا ما قدرتش اجيب لك غير الشوكولاته دي وارواح. يا ماما، انا عاوزك بس ما تسيبينيش وتمشي. انا عايزك تقعدي معايا نضحك ونلعب سوا. كان على عيني يا ضنايا، بس اصل انا عندي ميعاد مع الجماعه اللي قريب مننا العزبه، وكمان السواق مش هيقدر يستنى اكتر من كده. لا يا هانم، انا اقدر استنى. انت اسمك ايه؟ انا اسمي منصور. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي عزيز. ازيك عزيز؟ ازيك يا منصور. عامل ايه؟ لا انا مش هيحوق معايا نظيف، اديني واحد ميه نار. يا جدع انت ما تكبرهاش، امال كله ماشي. كله ماشي يعني ايه؟ اي نعم انا صعب عليا الواد وحبيته، لكن ما اقدرش. اديني كمان واحد ميه نار. البت دي عمرها ما ورت راجل طريق ابنها، يعني لما تختك هناك تبقى بتحبك ومستقبلك.